مسألة التشابه والاختلاف بين فيروس كورونا المستجد والإنفلونزا الموسمية مسألة بتقلق الناس. يعني لولا قدر الله دلوقتي في يعني مفترض أنه في العالم بدأت الإنفلونزا الموسمية أو هتبدأ، يعني الفيروسين بيستهدفوا الجهاز التنفسي، الأعراض متشابهة. طب إزاي نفرق بين الإنفلونزا الموسمية وكورونا المستجد؟ خلينا نروح للدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح. دكتور مصطفى مساء الخير. مساء الخير يا دكتور عمرو، ومساء الخير على السادة المشاهدين الكرام. إيه هي الاختلافات الرئيسية بين أعراض الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا؟ خليني في البداية دكتور عمرو بس إن نقول للسادة المشاهدين أن التشابه الكبير في الأعراض اللي بتصاحب الإصابة بالإنفلونزا وتصاحب برضو الإصابة بالكوفيد 19 هو ده السبب اللي خلانا بننادي وبنناشد بشدة ان احنا نلجأ يعني ناخد سبل الوقاية اللي هي من ضد الانفلونزا وفي مقدمتها طبعا اللقاح عشان نبعد عن دايلمة مع ظهور الاعراض نبقى ما بين هل دي انفلونزا ولا كوفيد 19 اذا لا قدر الله انا اتعرضت للاصابة، لان الاعراض قد تكون متداخله ومتشابكه لدرجه ان او متشابهه لدرجه انه يصعب مع المواطن العادي او حتى بعض الاطباء المبتدئين بمجرد الرجوع للاعراض انه يقدر يفرق بشكل حاسم ان الاصابه دي ترجع للاصابه بفيروس الانفلونزا او انها ترجع للاصابه بفيروس الكوفيد 19 او الكورونا المستجد. الحقيقة أن الأعراض عشان قلنا أنها متشابهة فهي بتتراوح ما بين ارتفاع درجة الحرارة، نوبات سعال، شعور بالإجهاد، ألم بالحلق مع سيلان بالأنف، يكون مصحوبة بألم في العضلات، ألم في الجسم بشكل عام وصداع. في بعض الأحيان ممكن يبقى يعاني الشخص من نوبات قيء ونوبات إسهال، وإن كان في الحقيقة ده بيكون في الأطفال أكتر منه في الكبار. الأعراض دي قد تكون مصاحبة للإصابة بالأنفلونزا وقد تكون مصاحبة بالكوفيد 19 أو الكورونا المستجد، ولكن هناك بعض الاختلافات البسيطة إذا يعني ركزنا في موضوع الأعراض بس، إن هو قد تكون الأنفلونزا في شكلها أو في صورة بسيطة أو صورة شديدة إلى حد ما، ولكن مع الكورونا المستجد بتكون هناك بعض التغيرات أو الفقد المؤقت لحاستي الشم والتذوق. دي أبرز ما يمكن إن احنا بشكل مبسط كده نميل في التوقعات أكثر لأن الإصابة تكون كورونا أو الكوفيد 19، إن لو حاستي الشم والتذوق متأثرين بنميل في هذا الجانب على حساب الجانب الآخر اللي هو الإنفلونزا. هذا بالإضافة إلى بعض الاختلافات الأخرى اللي هي متعلقة بفترة الحضانة، بفترة الانفكتيفيتي أو العدوى بتاعة المرض، ولكن ما يهم السادة المشاهدين هو النظر لعملية الأعراض نفسها. وإن كان برضو بنقول إن في حالة ظهور الأعراض لا ننصح أبدا اللجوء من تلقاء نفس الشخص ان هو لتلقي الادويه او ما الى ذلك، ولكن عرض حالته على طبيب مختص يتمكن من خلال بعض الفحوص ومن خلال الفحص او اجراء الكشف الطبي ان هو يقدر يحدد هل دي اصابه بالانفلونزا او الكورونا المستجد. طيب انا بنتهز الفرصه دكتور مصطفى علشان اسالك زي ما بسال ضيوفي من الاطباء الافاضل اللي احنا يعني بيشرفونا في البرنامج. المصل الخاص بالإنفلونزا الموسمية هل ينصح بالتطعيم دلوقتي بهذا المصل على الأقل للوقاية من الإنفلونزا الموسمية علشان ما تحصلش اللخبطة بين الإنفلونزا الموسمية والكوفيد 19؟ طبعا ينصح بتلقي لقاح الإنفلونزا بشكل خاص هذا الموسم، نظرا كما أشرت سيادتك نظرا لمواكبة الموسم الانفلونزا مع انتشار هذا الوباء المعروف بالكوفيد 19 او الكورونا المستجد، عشان حتى على الاقل نتجنب الاعراض اللي هي المتداخله ما بين الاصابه بالانفلونزا والكوفيد 19. وفي حاله ظهور اعراض وانا متلقي اللقاح هيكون الاتجاه اكثر مايل ناحيه
التعرض للاصابه بالكوفيد 19، ولكن انا لو مش واخد اللقاح فانا عرضه للاصابه باي من الفيروسين او كلاهما في وقت واحد، يعني انا عرضه للاصابه بالاثنين. ففي حاله ظهور الاعراض هيبقى هناك تداخل، وهناك نوع من الاضطراب على الشخص في ذاته، ونوع من العبء على الاجهزه الطبيه او الاجهزه الصحيه لبغيه الوصول لتشخيص محدد وتحديد السبب في الاصابه وتحديد المرض والاعراض اللي ظهر على الشخص. فلقاح الانفلونزا السنه دي بيكتسب اهميه خاصه نظرا لما ذكرناه في المقدمه، مواكبته لظهور وباء الكوفيد 19 وانتشاره في نفس الفتره، ومع اللي بتواكب برضو انتشار فيروس الانفلونزا خلال موسم الشتاء. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى محمدي، مدير مركز التطعيمات بالمصل واللقاح.